ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وسلامة يا رب. رسمة جديدة النهاردة، نتعلم نرسم مع بعض سريع من كرتون سبونج بوب. رسمة حلوة قوي قوي وبسيطة جدا، هعلمكم ازاي ترسموها النهاردة بكل سهولة. اول حاجة هنعمل نقطتين بالشكل ده كده باللون الاسود، وبعدين هنعمل حواليهم دايرتين صغيرين بالشكل ده. بعد كده هنعمل حوالين الدايرتين دول دايرتين اكبر، شايفين بالشكل ده كده. يبقى احنا عملنا العين. بعد كده هنبدأ نعمل الجزء اللي من تحت في العين، هنعمل خطين كده لتحت وخطين كمان منحنيين لتحت بالشكل ده كده. يبقى احنا خلصنا عينه كلها. هنبدأ بقى بالجزء اللي تحت، هنعمل شكل خط كده عشوائي شايفين كده، ومن تحت كده خط زجزاج برضو، وبعد كده هنعمل الصدفة بتاعته. هنبدأ من العين كده نعمل نص دايرة او دايرة الا حاجة بسيطة، ونعملها كده بالشكل زي ما انتم شايفين، والناحية التانية من جوه كده. وبعد كده نعمل الخط اللي هو بيكون فيه من في الصدفة بتاعته ده زي الكرتون، ونحط بعد كده الدواير برضو زي اللي بنشوفها في الكرتون بالظبط. ايه رأيكم؟ شبهه جدا جدا صح؟ لو اول مرة تشوفوا القناة اتمنى تشتركوا فيها، وما تنسوش لو عجبكم الفيديو حطولي تحت لايك. وباي باي.